بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا في المحاضرة الماضية عند أسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهو ما ينطق يقول: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لكن يقول سبحانه وتعالى أيضا في: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ف أعظم إذن الأصل في البشرية هو التوحيد، لكن هناك أسباب أدت إلى انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة، هناك أسباب أدت إلى انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة. فأول تلك الأسباب هو الجهل، فالجهل هو سبب البلاء في كل شيء، فما كان الجهل في شيء إلا شانه، فالجهل سبب البلاء، بلاء الناس، فلا ضل الناس ولا انحرفوا إلا عندما يتبعون أهواء، فلا يضل الناس عن الهدى وطريق الحق إلا باتباع الجهل. فمتى ما الإنسان جهل الأمور فإنه ينحرف عن العقيدة، لأن العلم نور يحترق أمامه كل شيء، وتتلاشى أمام نور العلم ظلمات الضلال والانحراف. هذا هو أول سبب، هو الجهل. السبب الثاني هو اتباع الهوى، يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ويقول عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالله عز وجل يحذرنا عن اتباع الهوى، لأن الهوى الإنسان عندما
يتابع هواه فإنه يضل. وهل ضل أهل البدع؟ إلا بسبب اتباع الهوى. وهذه لطيفة، يقول أهل العلم إنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في الضلال. السبب الثالث اتباع المتشابه من النصوص، ومعنى ذلك ترك المحكم واتباع المتشابه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انظر ماذا يقول الله عز وجل بعد ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شو يقول بعد ذلك؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله عز وجل أخبر أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول: إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله، سمى الله ماذا؟ قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فاحذرهم. طيب، هنا عدة أمثلة. المعطلة ضلوا في باب الأسماء والصفات حتى آل بهم الأمر أن عطلوا الرب عن ما يستحقه عن صفات الكمال. فقالوا: لا يسمع ولا يبصر. لماذا؟ لأنهم أخذوا المتشابه. يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. طيب لم يكملوا، قالوا ليس كمثله شيء ولم يكمل، وبعد ذلك فأخذوا المتشابه ويقولون لم يكن له كفوا أحد وسكتوا. طيب، رقم أربعة قلنا الجهل، اتباع الهوى، اتباع المتشابه. الرابع اتباع المتشابه من أقوال أهل العلم، وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، كما أن الكتاب والسنة فيه متشابه كذلك أقوال أهل العلم. طيب نضرب مثال: الذين ضلوا في باب
اللي هو التكفير، مش قالوا استندوا على أقوال لشيخ الإسلام بن تيمية وكذلك لأئمة الدعوة. شلون؟ هم أخذوا يقرؤون في هذه الكتب ويأخذون ما يوافق هواهم، فيقولون قال الإمام الفلاني كذا أنه يكفر بكذا، وقال شيخ الإسلام أنه يكفر بكذا، ولم يأخذوا بقية كلامه. هو يقول مثلا أنه يكفر من قال كذا إذا انطبقت عليه شروط وانتفت الموانع، ربما يكون جاهل، ربما يكون عنده لوثة، ربما يعني تعرفون شروط التكفير وموانعه. الخامس طيب قلنا السبب الخامس سماع كلام أهل البدع والجلوس إليهم. طيب الله عز وجل يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا آية في سورة الأنعام، يقول عز وجل إذا رأيت أي يا محمد الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود جميع أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أرسله الله عز وجل وهو الذي عصمه سبحانه وهو الذي لا يمكن أن تؤثر عليه شبهة أو ينقدح في قلبه ضلالة، أمره الله عز وجل أن يتجنب مجالس وأماكن أولئك القوم الذين يخوضون في آيات الله. فأمته عليه الصلاة والسلام من باب أولى. الإنسان لا يقول والله أنا عندي سلاح من العلم، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، لا، ربما تنقدح فيك شبهة من الشبه أهل الكلام فتصبح بعد ذلك منهم والعياذ بالله. الجهم بن صفوان اللي هو من أئمة أهل التعطيل والسبب ضلاله أنه ناظر طائفة من طوائف ملاحدة الهند فطرحوا عليه الشبه، قلوا هل رأيت ربك؟ هل شممت ربك؟ هل لمسته؟ هل سمعته؟ حتى قالوا له إذن أنت يا جهم تعبد عدما، فوقعت هذه شبهة في نفسه فاختلى في بيته مدة تقريبا 40 ليلة، ثم خرج إلى الناس بهذا الضلال. عمران بن حطان هذا من رؤوس الخوارج،
هذا عمران بن حطان أصبح يمدح من؟ ابن ملجم، قاتل من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذا العرش من ذا العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أشقى الناس عقر ناقاتي صالح وقاتل علي. الآن من هو قاتل علي؟ ابن ملجم. عمران بن حطان طبعا هو من شعراء الخوارج، أصبح ماذا؟ يمدح من؟ عمران بن يمدح ابن ملجم. عمران بن حطان كان على ماذا؟ على مذهب أهل السنة، لكنه كانت له ابنة عم كانت على مذهب الخوارج، فتزوجها. ما سبب زواجها؟ رغبة منه في هدايتها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كلامه حسن، الآن نيته حسنة، فطرحت عليه التي تزوجها بعض الشبه، فأصبح انقدحت فيه وأصبح من الخوارج والعياذ بالله. ولذا السلامة لا يعدلها شيء. لا يقول إنسان: والله أنا عندي علم لازم أسمع لهؤلاء، خاصة الآن في تويتر والقنوات الفضائية. الآن كل واحد في جواله تويتر وكل شيء، يعني ينتبه الإنسان ويقول: والله أنا عندي علم أنا عارف. ربما تنقدح فيك شبهة لا حول ولا قوة إلا بالله، فتتأثر فتضل عن طريق الحق. ودائما الإنسان: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. دائما الإنسان يدعو بهذا الدعاء، لأن يقول: القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فالإنسان دائما يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وإذا رأيت أي شخص يتكلم في الدين فانصرف عنه، لأنه لا خير فيه. رأيت الشخص يطرح شبه ويطرح كذا في مواقع التواصل الاجتماعي أو في القنوات الفضائية، فابتعد عنه. وتقول: والله أنا بأسمع، أنا كذا بشوف عندهم. وما ظل من ظل إلا بالتطفل، يقول: والله أنا بأسمع، أنا بأشوف، أنا بأرى. هذا غير صحيح. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. السبب السادس هو البعد عن أهل العلم. الإنسان إذا ابتعد عن العلماء الربانيين هذا سوف يضل ولا شك. لأن الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا قيل: العالم يعرف الفتنة عندما تقبل. والعامة متى يعرفون الفتنة؟ لا يعرفونها إلا إذا أدبرت. تلاحظ. عندك أي شبهة، أي مشكلة، أي شيء، تذهب إلى العلماء، تسأل العلماء الربانيين. والله تقول: والله أنا بدخل النت وبأسأل. من هو؟ من هو صاحب هذا من هو هذا الشخص الذي تسأله؟ أتثق في علمه؟ هل تراه؟ هل كذا؟ لا والله، مو وراء الشاشات، أو والله بضغطة زر ما تدري من هو، خفي.
كل هذا الكلام لا يصلح. انظروا الآن إلى الأشياء التي يندى لها الجبين، يعني لا يصدق العاقل شخص يقدر بابن عمه يقول تعال والله أنا معي الكرة ثم يذبحه بناء على توجيهات تأتي من هو الشخص هذا اللي يوجه كذا. هل تعرفه؟ هل جلست معه؟ هل كلمته؟ هل هو من العلماء الربانيين؟ لا. فصل للناس ولا شخص في كامل عقله يقدم على قتل أحد ابن عمه يقدر به والله تعالى أنا معي لك عرض يذبحه؟ هل هذا يعقل؟ لكن عندما اتخذ الناس رؤوسا جهالا نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء الدواعش كفانا الله شرهم ووقانا وإياكم والمسلمين شرهم ومكن رجال أمننا من القضاء عليهم، فواجب علينا أن ننصح للأمة ونبين خطر هؤلاء الدواعش الذين يتسترون خلف الشاشات وخلف الشبكات العنكبوتية. كل هؤلاء لماذا لا يخرج ويقول أنا فلان بن فلان؟ ولذا قال أهل العلم من قديم إذا رأيت الذين يجتمعون خلف الأبواب وخلف الأسوار فاعلم أنهم أهل بدعة. لكن اللي ما عنده شيء دائما والله احنا في المسجد احنا كذا احنا كذا ظاهرين واضحين، لكن اللي يتسترون هم دائما أهل بدعة، لأن لا يعرف أنه ليس على حق. ولذا تجد أغلب هؤلاء من صغار السن لأنهم غرر بهم ابتعدوا عن أهل العلم. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلنحذر كل الحذر من أن نستمع إلى شخص مجهول. الحمد لله نحن في بلاد توحيد المملكة العربية السعودية فيها أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، أعضاء هيئة كبار العلماء معروفين مشهورين يدرسون في جامعة الإمام، يدرسون في كل مكان، لهم محاضراتهم، لهم أنشطتهم الدعوية، عند أي إنسان عنده أي شيء يذهب يسألهم. سماحة المفتي أطال الله في عمره موجود في مسجده، الشيخ صالح الحيدان، الشيخ صالح الفوزان، كلهم موجودون. إنسان عنده أي شيء يذهب يسألهم. وما ظل من ظل إلا بابتعادهم عن أهل العلم. هم شو يريدون؟ يريدون يزحزحون الناس عن القرب إلى العلماء. الإنسان متى ما التصق بالعالم عرف، وإذا ابتعد عن العالم ضاع وظل. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر من فيه شر، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يمكن رجال أمننا من القضاء عليهم. والإنسان يجب عليه أن لا يسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. يعني لا بد من فضحهم، هؤلاء أصحاب ضلال. اليوم عندك وبكرة عند فلان وبكرة عند علان، لا هؤلاء أهل الضلال. يجب علينا أن نفضحهم وأن نتعاون مع رجال أمننا في القضاء عليهم. طيب نكون بذلك انتهينا من أسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة.
إذن هذه أسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة. في أي استفسار ننتقل للموضوع اللي بعده. ننتقل إلى المراد أصول الإيمان. إذا نقول أركان الإيمان، أصول الإيمان، وش المراد بها أركان الإيمان؟ هي الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان 6 أركان. أركان الإيمان 6 أدلتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه 5 أصول. الأصل 6 أتى في دليل مستقل: وإنا كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مراتب الدين، ضرورية هذه ننتبه لها، مراتب الدين. مراتب الدين بالترتيب: 1 الإحسان، 2 الإيمان، 3 الإسلام. طيب وش هو مراتب الدين؟ وش دليلها؟ تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، عندما أتى وأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال: ما الإيمان؟ فقال: ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ عندما قال ثم بعد قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، فعلمه 3 أشياء: الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه على مراتب الدين. والإيمان اللي هو أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه، والإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله الحرام. فالإحسان هو أعلاها درجة. لماذا؟ لأنه يجمع بين إيمان القلب وأعمال الجوارح الذي هو الإسلام. حين لو تلاحظ أركان الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه عمل بالجوارح. الإيمان وشو؟ بالله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذه داخلة في القلب، أعمال قلبية. وش يقول الله عز وجل؟ قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لأن الإسلام خاص بالجوارح، والإيمان خاص بالقلب، الأعمال القلبية. طيب
الفرق بين الإيمان والإسلام. الإيمان قلنا أنه خاص بالأعمال القلبية، والإسلام خاص بأعمال الجوارح. متى نقول هذه الفروق؟ إذا اجتمع، وهذا هو طبعا الراجح من كلام أهل العلم، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع صار بمعنى واحد. يعني إذا قلت والله زيد بن الناس اليوم، قلت والله زيد والله هذا مؤمن وعمر مسلم في مكان واحد وفي زمان واحد وفي وقت واحد، معناته أني فرقت. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإذا اجتمع افترق، صار الإيمان خاص بأعمال القلب والإسلام خاص بأعمال الجوارح. مثل الكفر والشرك والفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. طيب والإحسان، قلنا أن تعبد الله كأنك تراه، وهي الإخلاص، أعمال القلوب أن تعبد الله كأنك تراه، تخلص. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك تستحضر عظمة الله عز وجل. وهذه العظمة محلها أين؟ محلها القلب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الإنسان إذا استشعر هذه أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشوفه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. إذن الإسلام والإيمان، انتبهوا أكرر مرة أخرى، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الآن في حديث جبريل عليه السلام اجتمع، فصار الإسلام خاص بالأعمال الظاهرة، يعني الجوارح، يعني الجوارح. أما الإيمان، يعني أركان الإيمان الستة، فهذه قلبية خاصة في القلب. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ في التوحيد. طيب يعني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. طيب إذا في أي استفسار نأخذ بعض الاستفسارات. ما معنى المتشابه؟
يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أما أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني الله عز وجل يقول لم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يشابه الله عز وجل. هل معنى ذلك أننا ننكر ونعطل أسماء الله عز وجل إذا قلنا سميع بصير؟ يعني الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، ليس له مشابه جل وعلا. طيب يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لكن أخذ المتجلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الصفات له جل وعلا. أسباب انحراف الناس الاختبار أو مقالي، أكيد أنها تعداد اختبار متعدد. طيب الأسباب، من هو قاتل علي رضي الله عنه؟ مثل ملجم، وهذا أدلة معنا أكيد أنها معك تطور في التكاليف إن شاء الله بعدين مو بالآن. أركان الدين مرتبة، هي الإحسان أولها، ثم الإيمان، ثم الإسلام. أعلى مراتب الدين هو الإحسان. يعني إذا اجتمع، يعني قلت الآن زيد مؤمن وعمر مسلم في مكان واحد وفي زمان واحد، هذا شو يصير؟ يصير الإيمان، معناته الأعمال القلبية، والإسلام الأعمال الجوارح. لكن قلت والله اليوم زيد مؤمن، يوم جاء بكرة قلت والله عمر مسلم، تحرس افترق، صار بمعنى واحد. استحفظ في الأدلة، أكيد معك الأدلة. اتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه، هذا دليلها. الحين أنا ألخص لك بس فقط على صبورة، أنا ألخص لك. أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. اي نعم ابن ملجم. اصدنا حق كذا مرة. طيب طيب في درجات، ما ادري والله، سألوا فيها العمادة تكليف ذا، سألوا فيها العمادة، انا ما عندي درجات، تسألوا العمادة. والله اشتري اكتب نت عندك. طيب نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استغفر.